أنا آسف جداً على التأخير. اتفضل يا أستاذ منتصر. خير يا بليغ؟ في خير إن شاء الله، خير. أنا أصلي اكتشفت معلومات خطيرة جداً، فقلت لازم أستشيرك الأول قبل ما أتصرف، باعتبارك أهل الخبرة والثقة. معلومات بخصوصي؟ تعرف أنا وعدت يسرية وشريف إن نعرف مين اللي ورا اللي حصل لمدحت وعمر، وأنا بدور لقيت كنز. كنز؟ كنز معلومات ومستندات عن كل حاجة حصلت في الشركة دي وللعيلة دي من قبل حتى الحادثة المدمرة. تقصد إيه؟ أنت عبقري يا أستاذ منتصر، عندك ثبات انفعالي ما حصلش. دربت نفسك ولا حد دربك؟ الشخص اللي ورا كل حاجة حصلت للعيلة دي هو أنت يا أستاذ منتصر. أنا ما سبتش وراك أي دليل. حاميها حراميها، المؤتمن على أموال وحسابات العيلة هو اللي تلاعب بأموال وحسابات العيلة، بس قاعد ولابد في الدرة، لا من شاف ولا من درع. بليغ أنا عارف مين اللي كشفك؟ طارق أبو الهنا ابن فطين. أصحابه في أحد البنوك كشفوا له على حساب رؤوف، لأنه أول ما سأل على رؤوف لا ما عملش كتير من ورانا. قعدوا يدوروا لحد ما لقوا حساب كده بيتحول له ملايين كل شوية بتوكيل. عارف حساب مين؟ وعارف التوكيل معمول لمين طبعا. حساب نهال بنتك. طب إزاي؟ وهي ابوها موظف بسيط. على فكرة بقى، كل الكلام اللي بتقوله ده ما يدينيش بأي حاجة. أيوة، ما أنا سألت بقى أصحاب الشركات المشبوهة اللي أنت تعاملت معاها، قروا عليك في ثانية أول ما فهموا إنك بقيت كارت محروق، وباعوك لنا وزير صفقة نغسل لهم شوية أموال قذرة من أموالهم ويقولوا لنا عنك كل حاجة. فقالوا طيب، والناس اللي طلعوا عليا عشان ما وصلكش الاوراق للدين رؤوف، ما مين دول اللي تهجموا عليك؟ ده انت خططت وقررت ونفذت. رؤوف ده تافه حطيته بس في الوجه. انفع؟ حقيقة تنفع. عايز تدافع عن نفسك؟ هدافع اقول ايه بقى؟ بس على فكره انتوا سبب في كل اللي بيحصل ده. ليه بقى؟ قلنا لك تسرقنا؟ لا، لان انتوا الخلافات اللي كانت بتكبر بينكم كل يوم ما ادتش فرصه لاي حد فيكم انه يتلفت وراها ويشوف اللي بيحصل. المال السايب يعلم السرقة يعني. بس على فكرة بقى، ده مش اعتراف. أنا مش مسجل لك، دي شغلة النيابة بقى، عندها نسخة من كل الأوراق والمستندات دي. أنا هاخدك وأسلمك ليهم بنفسي، بس قبل ما أعمل كده عندي سؤال واحد. كنت لوحدك؟ اتفضل وقع على أخويا أستاذ منتصر. اتفضل. عاوزك تفهم ان الادله كلها ضدك ثابته يا سيد منتصر مهما انكرت. انا مش هعترف يا فندم، لان انا عندي بنات ولا يمكن ابدا ابقى مصدر عار ليهم. الاعتراف ممكن يخفف العقوبه، خصوصا بعد ما دليت على المحرض الرئيسي والمتلاعب في جرائم غسيل الاموال. المحرض الرئيسي ما حرضنيش انا، دي معلومات انا اكتشفتها بالاطلاع على المستندات والاوراق مش اكتر. مش معنى عايز تعترف عليه دلوقتي؟ لأن الحقيقة أنا خايف منه يا فندم. ده راجل واصل وإيده طايلة. إنما خلاص بقى، يا روح ما بعدك روح. ادخل. خده عسكري. وأنت اتفضل. خير سيادتك. ايه يا ابني، يعني من على ملا وشي من قلب بيتي.
ليك يا فضل الشهر؟ استاذ منتصر اعترف عليك يا حاج عبد الله. اعترف عليا انا؟ اعترف بايه؟ انا راجل بسيط وعلى باب الله. صحيح يعني ربنا فتح عليا باب الرزق من اوسع ابوابه، لكن كله بما يرضي الله. منتصر اعترف انك المحرض الاساسي ورا كل جرائم غسيل الاموال اللي هو ارتكبها، والتعاون مع شركات مشبوهه بتمول تجارات محرمه وارهاب اللي اتهم فيها عمرو ومدحت ابو الهنا، وانك المحرض الاساسي على قتل ابهاتهم، وساعدت على طمس الادله والحقائق بحيث تبان حادثه السرقه عاديه. انا اعوذ بالله. من حقك تنكر، ومن حقك كمان تطلب محامي يحضر معاك التحقيق. طبعا هنكر وهجيب اكبر محامي، ما هو مش بلاغ كايد زي ده اللي يهزني. سعادتك اسال عني في الجماليه وضرب السماكين، يقول لك عبد الله ده مين؟ بس الاستاذ منتصر معاه ادله، في اتصالات متسجله بينكم واوراق ممضيه بخط ايدك، ده غير الدفعات اللي متحوله من حسابك في البنك لحسابه، ده على سبيل المثال ليس الحصر. سعادتك انا مش هقدر اتكلم غير لما يكون المحامي بتاعي معايا، اظن ده من حقي كمواطن. حقك طبعا، حقك.